على الحدود السعودية وقفت عشرات الشاحنات التركية عالقة لم تسمح لها السلطات بالدخول. الشاحنات المحملة بالمنسوجات والمواد الغذائية بقيت لأيام عند الحدود الجمركية لتخرج تكهنات عن مقاطعة صامتة بدأت المملكة في تنفيذها ضد تركيا بعد مواقفها العدائية التي تصاعدت مؤخرا. أزمة الشاحنات أثارت مخاوف الإعلام التركي من أن تشهر المملكة السلاح الخفي في وجه الأتراك، وهو سلاح المقاطعة الاقتصادية. فالواردات التركية للمملكة وصلت إلى نحو 3.5 مليار دولار، فيما تقدر الاستثمارات السعودية في تركيا بأكثر من 11 مليار دولار. من شأن المقاطعة الاقتصادية مفاقمة أزمات تركيا التي تعاني من تراجع حاد في السياحة السعودية ما كبدها خسائر فادحة. وكانت السعودية أصدرت نحو 5 تحذيرات لمواطنيها في تركيا خلال شهر واحد تتعلق بأخذ الحيطة والحذر عند شراء العقارات أو التجول في الأماكن المزدحمة أو الوقوع ضحية لعملية السرقة والنصب، وهو ما عزز التكهنات عن أن السلطات السعودية لم تعد ترى تركيا وجهة آمنة لا للاستثمار ولا للسياحة.